مدام سنة الرجال بشي يعديوا رمضان في الدار، لا قهاوي ولا صلاة التراويح ولا حد شيء. ايش بيه بولادي هذاك نعدي معاه حتى تحت قزديرة بولد ولادي، معناتها نحملو مهما تكون تكاليفه. يدخل يطيب معاك في الكوجينة؟ امال انا باش امراه، ما هو نطيب انا هو ياكل. هذا كان هو عامل معايا الباهي، اما كان هو مش عامل معايا الباهي يلقى جزاه. اذا كان هو عامل معايا الباهي ومدلني وعطيني قيمتي وقدري وكل شيء، ما خليش هو يدخل. خليهش يتعب ويعاونك في الكوجينة، جيب له كل شيء انت. سورتو اذا كان هو يعاون، معناتها مش يعاونني في الكوجينة، يعاونني بقيمته بتربيته يساعدني يسيسني كي البيبي نتاعو. انا نوكله وكله وندلله وكهو. كان ما عملش هذوما الكل ما كليتي لوحي براكة نهار وبنهارين وليل طبليلتي عمالة سهل. هو انا ندلله هو يكور بي. ايش فيك يا بنتي؟ ايش فيك؟ اولى انت يعطيني نعطيه. في العادة الرجال التوانسة سامحني معروفين بالحشيشة رمضان، يعني رمضان نعديله وشني يا ودي. بولادي راهو بولادي، يعجبكش يا ديني؟ بولادي ما نعديش ليه، نعديله يا ديني. كاش القليل تأصل خلاهم يسبوني النساء على رواحهم وامورهم دبرات، ما انا نعطي حقي رغم اللي هذا راجلي ما عملش معايا الباهي. راهو وقت اللي طلقت معاه راجلي ما عملش معايا الباهي، انا خديته على خمسه ومشى دور الزير ورايا. هاي قلت اش بنات؟ قفت قدام الرئيس قال لي الرئيس شبيك باش تطلق؟ قلت السيد الرئيس مدة الصلاحية وفتك هو خديته عامين ونص ما صلحش في الامان وبالسلامة، اللي تبعني اللي تبعوا كو وروري مرسي. اكيد في العامين هذوما عديت معاه رمضان. لا رمضان واحد عديته معاه، هو الحق ولد الناس ما ضرنيش في ذر روحه، هو ذر روحه ما ضرنيش. عد رمضان في رمضان؟ لا ابدا، لا هو لا انا ما رمضانش. شيخ في الكوزينه نبدا نطيب مخي، شيخ اسمي الصناف انا. هاي وبعد خيط هذه هي الحكايه. عادي يعني ما يخوفكش؟ لا ما يخوف، بالعكس رمضان ما يخوفش. كانش لا 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 هاي فما نساء رمضان يبدا جاي وتبدا خايفه من راجلها وتقول لك راهو يحشش راهو يعمل برشا مشاكل في رمضان. هي ما تتعوجيش انت، ما تعمليش العواجز قدامه كيفاش هو رايض، وانت ما تتعوجيش وهو يفوز يكسر ويسوي ابدا امبوسيبل. انا ما نقبلهاش. انا مره راجلي لول، انا راجلي لول ميت بو بنتي، راجلي لول اول نهار في رمضان بدا يتقلم. قلت شو ايش نقول لك يا ولد الناس؟ قلت كان انت رمضان باش تحشش فيه هاي عنا البيوت برشا، عنا البيوت برشا، ادخل غادي ونسكر عليك. وقت اللي شق يصير شق الفطر تو نحل عليك، تخرج كمل امورك وكل، لا تحشش علي انا نحشش عليك. شنو نموش علاش تحشش علي؟ ما عجبكش كان باش تحشش ما عادش رمضان، امبوسيبل باش رمضان. هاي شنو توقعاتك رمضان السنة بما انه لا تراويح لا فما حتى شيء؟ غيظتني التراويح هذه قبل كل شيء، غيظتني التراويح اول حاجه. ثاني حاجه بجاه ربي تو كل الشربه ورقد كل الشربه ورقد، جاه ربي كيفاش في الجيم باش نتنفخ كروشنا يا لياتي؟ منين كانوا باش يداووا واحد باش يولي يداووا زوج، شو يولي يداووا كورونا ويداووا العباد باش تتنفخ بالشربه؟ ايش نوع صعيب المربي تتحوس اليمنى هاكا منع صحة ليه ولا مات الله يرحمه ونحن باش نموتوا هاكا ولا هاكا، أما خير نموتوا شباعة ولا نموتوا جواع؟ أما خير بجاه ربي أنا عندي مفضل نموت شبعانة ولا نموت كورونا وجعان. لطف عليك أختي، هذا هو الحقيقة راه، ري هذه هي الحقيقة. نفدينا ملينا عيينا، بجاه ربي لا تقصوا هالكلام عيينا، قلهم حسوا بينا شوية رانا زوي ولا رانا يعلم ربي بحالنا. لهم شويه الحكومه لا خيتي، مهما يطلع مهما يهبط من 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 نجمش نقول حاجه تمس
احنا عاطينا قيمه ومش معاطينا قيمه كهو. قلنا لك غني لهم. ما نغنيش، ما نعرفش نغني والله، لا نعرف نقول كان كلمه واحده. بقعة السيودة قعدت مراقد للسعال. القهوة وصلة التراويح تجي بعد الفلوس مش قبل الفلوس وبعد الخدمة. احنا تو لهنا معناها نعيشوا بالسيف، نعيشوا نتنفسوا بالسيف، نفس مازالنا كان نفس هكا هو، على شنيا معناها؟ معناها شنيا الواحد عنده باش يخرج القهوة شنيا؟ ما عندوش علاش باش يخرج، هو ديجا حتى كذا ما فماش كفر فهم ينجمش يخرج القهوة. يعني اختي تو هبطت من المترو هاك خطية ها، على البافيت وهي عندي البافيت راه. خطيه شنو العباد لهنا هما شنو يعرفوا؟ يعرفوا يخطوك، يعرفوا يعملوا لك حاجه كيما هكي، لا يحسوا بيك ش عندك لا ما عندكش، شنو في جيبك، شنو ظروفك، ما يحسوش بيك هم، يعملوا لك خطيه يخلوك بطال، يعملوا كان الفلوس هما ما يعملوش لك حاجه اخرى معناها تقتنع بها انت ولا كذا، لا يوفروا لك خدمه، لا يوفروا لك فلوس، لا يوفروا لك ما يوفروا لك حتى شيء، شنو ماذا بيهم راك ديما لطم هذاك. شنو هي حاجه عاديه معناها نشوفوا يعني مش تجي اصعب من الحوايج اللي فتناها واصعب من الحوايج قاعدين نشوفوا فيها تو، مستحيل تجي اصعب راه على القهوة وعلى الحكايات اللي احكي عادي. شنية معناها الكوفر فيو على شنية؟ على صلاة الجامعة، على صلاة في الجامعة شنية معناها؟ هاك تشوفوا لها أنت العباد لهنا معناها العباد هذه عادي راهم هما يعملوا في حوايج باش معناها يعملوا في حوايج على قناعاتهم هما على رؤوسهم هما باش يدمروا العباد هكا هو راه. ما نعرفش علاش قاعد أنا شنية شنية معناها شنية الهدف معناها؟ شنية الهدف؟ عمري 30 سنة عندي هاو ما عندي 1200 فرنك في جيب. شنية معناها؟ شنية ما واش تحب؟ تعرف ايش نحب؟ اقسم بالله انا نحب المسؤولين هذوما والحو هادي نحب نحرق، ما عادش نحب نقعد خذوها تونس، نحب نحرق قسما بالله امنيتي في الحياه هذه نحرق. اسافوار ننجح نموت ما على باليش معناها ديجا نحن لهنا ناكد لك 80% في الشباب تاع تونس موت ما همش حيين. ايش تحب معناها؟ ايش تحب؟ ايش تحب نقول لك يعطيهم الصحه؟ شنو يوفرونا هما؟ شنو يوفرونا اكثر من الفقر والميزيريا وشنو؟ انت تو عامين التالي ثلاث سنين التالي شوف معناها ما فما كل عام نقولوا العام هذا خير من العام او جا الرئيس الفلاني او جا شنو يعرفوا كان يجي ما نعرفش شنو يخطبوا يتحدثوا كذا. والله العظيم ناكد لكم حتى كي باش تخطبوا باش تتحدثوا اقسم بالله حتى الشعب لا يفهمكم راه عارفكم العباد عرفتكم راه قاعدين غادي زايد الحكايه. اش تعملوا انتم؟ شنو اش تعملوا؟ انا ضد القرارات اللي عملوها هذيا هما نازلين كان على الجوامع ونازلين كان على القاوي وعلى الاسطرونات، هما خمموش في الناس اللي تخدم ساكن، اما جيت تسكر البلاد، ما زلت في النهار في رمضان مسكر القاوي، وزيد سكرها في الليل، لا سامحيني عاد، وين الاعانات الاجتماعيه اللي قالوا عليها؟ وين الاعانات الماديه اللي قالوا عليها؟ ما رانا حتى اعانات، انا نتوجه للسيد رئيس الحكومه، قرارات هذه ماذا بها ينحيها جمله، مش معقول هذا، الجوامع مسكره، والقاوي مسكره، والاسطرونات مسكره، الزوالي هو ميت هو حي ميت.